بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبناءنا طلبة الصف العاشر الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من لقاءات اللغة العربية. نتناول بإذن الله درسا ماتعا من دروس هذه اللغة العظيمة. درسنا اليوم أبنائي بإذن الله هو بعنوان الحياة والناس، وهذه قصيدة شعرية للشاعر المبدع المتألق أبي الطيب المتنبي. نترككم أبنائي مع هذا النص الشعري سريعا. صاحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بقصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان. وكأن لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا. وإذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تكون جبانا. كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان. إذن أبنائي، كما سمعنا القصيدة ممتلئة بالحكم العظيمة والأمور الجليلة التي نصح بها المتنبي محبيه. يقول في بداية القصيدة: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان. وكأن لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أصغر من أن نتعاد فيه وأن نتفانا، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا. وإذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تكون جبانا. كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان. إذن هذه القصيدة أبنائي للشاعر العظيم أبي الطيب المتنبي، وهذه نبذة سريعة عن الشاعر أبي الطيب المتنبي. هو أحمد أبو الطيب الملقب بالمتنبي. ولد المتنبي في عصر الدولة العباسية بالكوفة بالعراق. تعلم القراءة والكتابة والقرآن، وظهر نبوغه في الشعر وهو في سن صغير. رحل إلى مصر وإلى الشام، اتصل هناك بالحكام. ويعد المتنبي أبنائي من أعظم شعراء العرب قديما وحديثا. كان صاحب بلاغة وصاحب بيان. قتل عام 354 من الهجرة، وكان صاحب كبرياء وشجاعة وطموح، ومحب للمغامرات. وكان في شعره يعتز دائما بعروبته ويفتخر بنفسه. وأفضل شعره ما كان في الحكمة والفلسفة في الحياة ووصف المعارك أيضا، حيث جاء شعره بصياغة قوية محكمة. كان المتنبي شاعرا مبدعا عملاقا غزير الإنتاج، يعد بحق مفخرة للأدب العربي، فهو صاحب الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. سريعا أبنائي، جو النص، الجو العام للنص. طبعا الحياة كما نعلم جميعا تجارب يأخذها اللاحقون عن السابقين ليستفيدوا منها، وتكون نبراسا ينير طريقهم ودروبهم، وتبعث الطمأنينة في نفوسهم. وكل إنسان أبنائي محتاج لمن حوله من الناس يتعلم منهم ومن تجاربهم وخبراتهم. والمتنبي شاعرنا هنا اكتسب خبرة كبيرة من تجاربه، ومن كثرة الكتب التي قرأها، ومن كثرة الأسفار التي سافرها، مال المتنبي إلى الفلسفة والتأمل في الحياة، وعبر عن ذلك بالحكم الجميلة التي رأيناها ساطعة في قصيدته الجميلة هذه. إذن هذا هو الجو العام. أبنائي، يطالعنا هنا المقطع الأول من القصيدة الذي يتكون من الثلاث أبيات الأولى.
يبدأها المتنبي صاحب الناس وقبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا، وربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الأحسان. ضع للأبيات السابقة فكرة، نريد أبنائي أن نصوغ فكرة عن هذه الأبيات. الفكرة من الممكن أن تكون مثلا التي تعبر عن هذه الأبيات أن طبيعة الزمان أبنائي واحدة لا تتغير على مر الزمان، طبيعة الزمان واحدة، فالزمان لا يستقر على حال كما يجزم المتنبي بذلك، وذلك طبعا من خلال خبرته الكبيرة في الحياة. المقطع الثاني أبنائي من مقاطع القصيدة يقول فيه المتنبي: وكأن لم يرضى فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانه، كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. الفكرة المناسبة لهذه الأبيات أبنائي هي أن المسؤولية مشتركة بين الزمان والناس، إن بعض الناس أبنائي يعينون الزمان في مصائبه على إخوانهم، وهذا ما يقرره المتنبي، وهذه حقيقة واقعة نعيشها في واقعنا، فالمسؤولية مشتركة بين الزمان والناس. المقطع الثالث من القصيدة يقول فيه المتنبي أبنائي: ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانة، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا، كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيه إذا هو كان. الفكرة المناسبة أبنائي لهذه الأبيات هي أن الحياة ثانية، وعلينا أن نعيش بكرامة بعيدا عن الصراعات، فالحياة لا تستأهل أن نتقاتل ونتعادى ونتخاصم من أجلها، فهي لا محالة ثانية، فالحياة ثانية فلا تستأهل منا كل هذه الأمور أبنائي. نتابع أبنائي سؤال يطالعنا هنا: وضح حال الزمان مع الناس وموقفهم من هذا الحال. ما حال الزمان مع الناس؟ وما موقف الناس من هذه الحال أبنائي؟ حال الزمان مع الناس، طبعا كما نعلم جميعا الزمان يصيبهم دائما بالمصائب والغصص والأحزان، من صره زمن ساءته أزمان، هذا هو حال الزمان مع الناس. أيضا أبنائي أحيانا يسعد بعضهم لكن يعود ويكدر إحسانه، هذه طبيعة أصيلة في الزمان. طيب ما موقف الناس أبنائي من هذه الحال؟ ها موقف الناس متباين ومختلف. بعض الناس ينخدع بصفو الزمان فيظن أنه صاحبه، هش له الزمان وبش فينخدع به، وبعض الناس أبنائي يساعد الزمان على شره وأذى، ونعوذ بالله من شرور هؤلاء، يوقعون البعض في المصائب والمشاكل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم أبنائي يرحلون وفيهم غصة وحزن وعتب عليه، فالزمان لا يرضي أحدا، وحال الدنيا كما تعلمون لا يستقر على حال. نتابع أبنائي من خلال هذه القصيدة التي قرأناها وسمعناها، نريد أبنائي أن نرسم منهجا للتعامل مع الحياة والناس في ضوء فهمنا لهذه القصيدة الجليلة التي أبدعها، التي هي من عيون شعر المتنبي. أولا أبنائي علينا أن نفهم طبيعة الزمان ولا نطمئن إلى صفو، ونعلم أن الزمان متقلب لا يستقر على الحال. علينا أبنائي أن نبتعد عن مساعدة الزمان على شره وأذاه، ألا نكون سببا في أذية الآخرين، ألا نكون سببا في حزن أحد أو أن نوقع أحدا في المشاكل، نتسبب في ذلك هذا إثم وجرم كبير. أبنائي علينا أن نرضى بالقضاء والقدر، في الزمان الخير والشر، وكلنا يعلم أن الرضا بالقضاء والقدر مرتبة إيمانية عظيمة، علينا أن نرضى بالقضاء والقدر، علينا أن نعيش بعزة وكرامة ونتحلى بالشجاعة، لأن الحياة ثانية، الحياة لا تبقى لأحد أبنائي لأحد. علينا أن نتسامح ونبتعد عن الخلافات والعداوات، لأن الحياة لا تستحق التقاتل من أجلها، لا تستحق التفاني من أجلها، لا تستحق أن يظلم بعضنا بعضا أو يأخذ بعضنا أو يأكل بعضنا حق بعض، لا تستأهل هذه الحياة كل هذه الفكرة. تابعوا معي أبنائي، ذكر الشاعر في قصيدته مجموعة من القيم الإنسانية تصلح كمنهج للحياة. طبعا القصيدة كلها يعني بها قيم عظيمة وسلوكيات جيدة وسلوكيات راقية على الإنسان أن يتحلى ويلتزم بها. من هذه القيم أبنائي التسامح، علينا أن نكون متسامحين، وهذه قيمة إيمانية عظيمة، علينا أن
نعتز بأنفسنا عزة النفس، لا نقبل الأمور إلا بعزة نفس، لأن الأمور بمقادير يقدرها الله سبحانه وتعالى. علينا أبنائي التحلي بالشجاعة، فالشجاعة لا تنقص العمر كما أن الجبن لا يزيده. أبنائي علينا الاستهانة بالشدائد، فالحياة علينا أن نستهين بالحياة كلها، فالحياة فانية، الحياة لا تبقى لحي، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان. أبنائي سؤال يطالعنا هنا، علل تهويل المشكلات أو تهوينها من وجهة نظر الشاعر. لماذا الشاعر هنا يهول أو يهول المشكلة؟ تابعوا معي. بالنسبة لتعليل تهويل المشكلات بسبب عدم فهم طبيعة الزمان والحياة الفانية الزائلة، أيضا مراد النفوس وأحلامها والتقاتل من أجل تحقيقها، التردد والجبن ما لم يكن صعبا في الأنفس. إذن هذه الأمور التي ذكرها المتنبي هي التي تبين لنا سبب تهويل المشكلات لدى البعض. البعض لا يفهم طبيعة الزمان، البعض لا يكون لديه أحلام عظيمة وكبيرة تتخطى مستواه، أيضا التردد والجبن هذا يؤدي بنا إلى تهويل المشكلة. طيب، أما تهوينها علله المتنبي بفهم طبيعة الزمان، وهذا هو المطلوب، نفهم الزمان ونعرف تمام المعرفة أن هذه الدنيا ثانية زائلة، أن نؤمن تمام الإيمان أبنائي لأن أماني النفوس لا تستحق التقاتل والصراع من أجلها. الشجاعة والإقدام حيث قال المتنبي سهل فيها إذا هو كان. نتابع أبنائي، علل لما يأتي. تهوين الشاعر من مراد النفوس ومتطلبات الحياة من وجهة نظر. لماذا هون الشاعر من مراد النفوس؟ ولماذا هون من متطلبات الحياة؟ نقول لأنه يرى أن الحياة فانية، فلا تستحق الحياة أن نتصارع من أجلها أو يهلك بعضنا بعضا من أجل رغبات ثانية لا قيمة لها. إذن وهذا واقع نعيشه أبنائي. سؤال هنا، تعظيم الشاعر لقيمة الشجاعة في الأبيات. لماذا عظم المتنبي قيمة الشجاعة؟ ما السبب في ذلك؟ طبعا هذا أمر معروف لدينا، لأنه يعلم أن الحياة فانية، فمن العيب أن نعيشها بجبن وخوف، فهي إلى زوال في الحالين، فمن الأكرم أن يعيشها المرء شجاعا لا جبانا. كما قلت لكم الجبن لا يزيد العمر كما أن الشجاعة لا تنقص. إلى هنا أبنائي ننتهي من درس اليوم، نرجو أن نكون قد أفدناكم، نترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.